السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله نتعلم فيه إزاي نعرف أي طبعة أبيسون مهما كان نوعها، حتى لو ما كانش معاك قرص التعريف بتاعها. لو أنت حابب تعرف هنعمل ده مع بعض إزاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. أول خطوة أعملها لازم طبعا أبقى مجهز اسم الطبعة اللي أنا هعرفها، يعني المهم إن أنا أبقى لازم كاتب اسم الطبعة اللي أنا هعرفها. يعني هنا على سبيل المثال الطبعة اللي أنا هشتغل عليها اسمها أبيسون 5710. طيب بعد ما بتكتب اسم الطبعة لازم تزود بعد الاسم كلمة اسمها كلمة درايفر، اللي هي التعريفات. تمام، يعني أنت حضرتك الأول هتكتب اسم الطبعة بتاعتك، وبعد كده تزود على الاسم بتاع الطبعة كلمة درايفر. تمام، وبعد كده تاخد هذا الكلام يعني وتفتح المتصفح بتاعك. تمام كده، وتنتظر لحد ما المصفح بتاعك يفتح، وتكتب في خانة البحث اللي هي ايبسون 5710، وزي ما قلت لحضرتك هتروح مزود كلمة درايفر، وتروح ضاغط على عملية البحث. تنتظر طبعا لما البحث عملية البحث تتم هيفتح معاك بالصورة ديت. هتاخد الخيار الأولاني اللي ظهر معاك. تمام، طبعا الكلام ده انت هتنفذه مع اي طبعة ايبسون. كل اللي انت هتعمله انك هتكتب اسم الطبعة، وبعد كده تزود على اسم الطبعة كلمة درايفر، وتعمل عملية بحث، وتنتظر لحد ما الصفحة تحمل معاك. وهوري لحضرتك ايه اللي هنعمله لحد ما الطبعة تتعرف وبالدليل. طبعا لحظات معايا طبعا لحد ما الصفحة تفتح. تمام، هي طبعا الموضوع ده بيختلف حسب سرعة النت اللي موجود عندك. زي ما حضرتك شايف كده الصفحة اللي هي بتاعة الطبعة، أو اللي هو اللي أنا هجيب منه التعريف بتاع الطبعة فتحت. هضغط على اللي هي كلمة داونلود، يعني هضغط على كلمة داونلود ديت، وانتظر لحظات لما تحمل لي اللي هي برنامج التعريف. لو حضرتك لاحظت شكل الطبعة ظهر اهو. تمام كده، هنتظر برضو يعني لحظات بسيطة لحد ما اجيب. طبعا لو انا عايز اعمل ترجمة مفيش مشكلة خالص، لو انا عايز اترجم الصفحة انا انتظر لحد ما نوصل للتعريفات بتاع الطبعة. بعد ما الصفحة حملت هتلاحظ حضرتك ان هو على طول حدد لك نوع النسخة اللي انت شغال بيها. يعني انا شغال هنا بويندوز 11، فهو اراه على ان ويندوز 10 مفيش اي مشكلة خالص، انت ممكن تغير حسب نسخة الويندوز الموجودة عندك. طيب هننزل بقى على اللي هي الدرايفر، ده اللي يهمني اللي هي الدرايفرات اللي انا هحمل بيها. تمام كده اهوت، وابدأ اختار اللي هو الدرايفر اللي هو هعرف بيه الطبعة. الدرايفر طبعا اللي هو ده، هو ده الدرايفر اللي انا هشتغل بيه. تمام كده اهوت، هبدأ اعمل له عملية داونلود. تمام كده اهوت، هنتظر طبعا لحديت ملف، طبعا لان انا محمله قبل كده فهو ظهر معايا بالصورة ديت. تمام كده اهوت، فانا مش هحمله بقى لان انا حملته قبل كده. هنزل بقى ديت، هفتح برنامج التحميل، هلاقي اللي هو برنامج التعريف اللي هو الدرايفر بتاع التعريف طبعا موجود عندي. هبدأ أضغط عليه على فتح عشان أبدأ أعمل عملية استطباق. هنا طبعا هيبدأ يعمل عملية فك ضغط للملفات. هشيل اللي هي علامة الصح من هي تحديث البرنامج تلقائيا دي، وأضغط على موافق، وبعد كده أختار اللغة العربية. تمام كده اهوت، وأضغط على وافق على الشروط، وأبدأ أضغط. تمام، وأبدأ أعمل طبعا التوصيل بتاع الطبعة هيتم طبعا عن طريق اللي هو USB. لو انت عايزه شبكة هتخليه فوق، انا هخليه USB، واضغط على موافق. تمام كده اهوت، وانتظر. هقول له طبعا يدوي. تمام كده اهوت، واخد البورت الاولاني اللي هو منفذ الطبعة. تمام كده، واضغط على موافق وانتظر. بعد لحظات بسيطة هيظهر لي ان تم الانتهاء من تثبيت الطبعة بنجاح. انتظر لحين ما يظهر هذه الرسالة، وادخل حضرتك دلوقتي برضو من ضمن الطابعات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر، واوري لك ان الطابعة تم تعريفها بنجاح. تمام كده، زي ما حضرتك شايف ظهرت الرسالة بيقول اكتمل بنجاح تثبيت برنامج تشغيل الطابعة وتكوين المنفذ. تمام، طب انا عايز اتأكد بقى ان الطابعة فعلا تم تعريفها. تمام، هدخل على اللي هو لوحة التحكم. تمام، وادخل على اللي هي الاجهزة والطابعات. تمام، هقفل اللي هي الصفحة ديت اللي فتحت معايا. تمام كده اهوت، هقفلها مرة تانية.
ادخل على اللي هي الطابعات، لو لاحظت حضرتك هتلاقي ان الطابعة تم تعريفها. اوريها لحضرتك دلوقتي اهي، بص حضرتك ايبسون 5710، تمام زي ما حضرتك شايف اهي موجودة، تم تعريفها بنجاح. تمام، لو انا عايز ادخل اشوف الاعدادات الاضافية بتاعتها برضو من على الجهاز بتاعي، تمام بص لحضرتك تم التثبيت اللي هي الطابعة ايبسون 5710، وطبعا اصبحت طابعة افتراضية. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد، متنساناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.